أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. مشاهدي الكرام، تستمر محاولات الجهات الطبية المشرفة على مرضى الإيدز برفع مستوى الوعي لدى المجتمع، وذلك لخفض مستوى الإصابة بمرض الإيدز، وهو الذي بالفعل انخفض بنسبة 6%. مشاهدي الكرام، إحنا عندنا تقرير بسيط ثم نعود لبدء الحوار، خلينا نشوفه سوا. إصابة أقل، هذا هو العنوان الأهم الذي انطلقت منه فعاليات برنامج جديد عن مرض الإيدز في جدة، قام بتنظيمه مستشفى الملك سعود، حيث يعتبر البرنامج الأول من نوعه في المجال الصحي هذا العام، كونه يضم مؤتمر طبي بالإضافة إلى معرض لتوعية المجتمع بطريقة مختلفة عنه ما جرت عليه عادة المؤتمرات الطبية. وعي أكثر إصابة أقل، هذه فكرة برنامج يضم مؤتمر طبي بالإضافة إلى معرض بنقدم فيه مسجات أو رسائل قصيرة توعوية للناس للعامة. فبالنسبة لوعي أكثر إصابة أقل، هذه فكرة بدأت فيها مستشفى الملك سعود من أول السنة. بالنسبة للمشاركة، أنا أقدم محاضرة إن شاء الله عن طرق تشخيص أو المخبرية لمرض نقص المناعة المكتسب الإيدز، وحنتكلم فيها بالتفصيل عن طريقة التشخيص وإيه الأخطاء اللي ممكن تحصل المخبرية في التشخيص وكيف يمكن تفاديها وإيه الإجراءات اللي ممكن تتعامل على أساس أن تطلع النتيجة سليمة 100% إذا كان الشخص مصاب أو سليم. يذكر المختصون أنه بعد مرور أكثر من 35 عاما على اكتشاف المرض، أصبحت العلاجات المستخدمة فعالة إلى درجة أن المصاب يمكنه أن يتعايش ويتزوج وينجب بدون أن ينقل العدوى، حسب ما يقوله أطباء الأمراض المعدية، حيث تقدمت وسائل العلاج لحصار المرض بشكل كبير. مرض الإيدز إحنا اللي نبغى نوصله في هذا المؤتمر هو زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع، لدى الكادر الطبي بصفة عامة، بأنه مرض الإيدز أصبح مرض مزمن زي السكر والضغط. المريض والشخص المصاب ممكن يأخذ علاجه ويعيش حياته طبيعي تماما، ممكن يتزوج، ممكن يعمل، ممكن يخلف أولاد أصحاء أيضا، ولا يعني أنه هو عنده مرض الإيدز معناته إحنا ننقص من حقوقه أو ننقص من قدره أو ما نعطي له حقه أو نهمشه حتى في المجتمع. فهذه الفكرة إحنا نوصلها للناس. يضم البرنامج مؤتمر طبي يقدم محاضرات علمية للممارسين الصحيين تتطرق إلى الجديد في طرق العلاج والطرق الحديثة التي يتم استخدامها في المختبرات للكشف عن الفيروس، وكيفية التعامل مع المصابين داخل المنشآت الصحية وما لهم من حقوق وواجبات، حيث يعمل القائمون على تقديم رسائل توعوية وتثقيفية تصحح مفهوم العامة عن هذا المرض وتقلل من المخاوف التي تصيبهم من مخالطة المصابين به. برنامج سيدتي سنا شرف، جدة. طيب مشاهدي الكرام، احنا شفنا التقرير وحابين يعني نطرح الكثير من الاسئله اللي حجاوبها علينا ضيفتنا الكريمه في الاستوديو. احنا معنا اليوم الدكتوره فاطمه الزهراء الانصاري، مديره العلاقات العامه بمستشفى الملك سعود بجده. اهلا وسهلا. اهلا فيك، حياك الله. يا اهلا وسهلا فيك. اول شيء يعني احب اهنيكم على هذه المجهودات اللي فيها توعيه، جزء توعية للمجتمع، وجزء ثاني كان في مؤتمرات طبية بحتة بخصوص هذا المرض اللي يمكن كثير من المجتمع عندهم إساءة لفهمه، فبالتالي بيصير إصابة أو بيصير اضطهاد لهذا المريض. بداية، أنتوا كان لكم فعاليات أو برامج اجتماعية في هذا المؤتمر زي ما ذكرت، إيش اللي بتحاولوا توصلوا للناس؟ طبعا هو في المقام الأول أننا إحنا نوصل للناس مفهوم جديد، إذا للي ما عنده مفهوم جديد أو تصحيح مفهوم للمفهوم الخاطئ اللي موجود عنده. بالنسبة للبرنامج هذا اللي هو وعي أكثر إصابة أقل، من إحنا استخدمنا وعي أكثر يساوي إصابة أقل، لأنه فعلا عند لما نقول في أي أمر من الأمور كل ما زاد الوعي فيه حتكون السلبيات حقته قليلة أقل طبعا. أي طبعا. فإحنا بالنسبة للبرنامج حقنا استخدمنا وعي أكثر إصابة أقل للإيدز، إنه كل ما زاد الوعي عند الناس عامة هيكون في إقلال بالإصابة.
كيف ممكن انه يجي الموضوع ده. طبعا بمعرفة اكثر ممكن اننا احنا ندي لمريض الايدز ثقة في نفسه، فبالتالي حتة الحقد على المجتمع انه هو مرفوض، انه هو منبوذ، انه هو غير مقبول حتختفي. مريض الإيدز عنده حقد على المجتمع نوعا ما الى حد ما، وانا طبعا ما بألومهم لانه يعني هم هذا نتاج تصرفات المجتمع معهم. طيب هو احنا ما حنتكلم على يعني مرضى الإيدز بشكل عام، لكن بنتكلم على جزء موجود وجزء ما يستهان به، ومن خلال قصص احنا سمعنا عنها ومن خلال حكايات مرت على مستشفيات وعلى ناس نسمع انه فعلا غير مقبولين. واللي بيكون فيه قبول هو بيفرض هذا القبول، يعني بيكون عنده رضا من داخل نفسه بيخرج، فبالتالي بيجبر اللي حوالينه انه هو انهم يتعاملوا معه. لكن مو الكل عنده هذه الثقل في النفس، بالذات انه في عندنا احنا نظره فوقيه من المجتمع لمرضى الايدز، لانه الفوكس دائما بيكون انه هو اصيب بالمرض نتيجه خطيئته. ايه لكن بنتجاهل انه هو ممكن انه هو ما له ذنب في الموضوع، طفل اخذه من امه. لو رجعنا لتاريخ المرض نلاقي انه لي اكثر من 30 سنه، فبالتالي الناس اللي ممكن يكونوا اصيبوا من 30 سنه، نتكلم على ام اصيبت من 30 سنه وحملت ولدت، دحين ممكن يكون مرض الايدز ممكن يجلس 30 سنه عند الشخص. هو فعلا في مصابين من 30 سنه موجودين الى الان، يعني المرض ما موت مرض الايدز لانه مرض قاتل بالنهايه. لا هو هي مو افصح حد. ايوه لا هو قاتل. هو الايدز في حد ذاته ما هو قاتل. الان اصبح مو قاتل. الايدز بدايه ايوه طبعا هو احنا حنتكلم عن الموضوع ده. هو طبعا لانه مرض نقص مناعه مكتسبه. فنقص المناعه اصلا لاي انسان حتى حيكون يعني بالنسبه لهذا الانسان انه يتعرض لاي فيروس لاي مرض بيكون غير عن اي شخص عادي، بتكون مناعته قويه. يعني هذا في العام. فاحنا بنتكلم على مريض نقص مناعه، يعني انفلونزا خفيفه ممكن انها تاثر عليه اكثر من اي مريض ثاني. تمام. لا هو انا ما حدخل معك طبيا كثير، بس خلينا اسالك انه قلتي شيء جدا لفت لي نظري. انا كان سؤالي ايه؟ بيعيش 30 سنه لانه كمجتمع الفكره السائده انه مزبوط كانسر زي الكانسر كذا، بيقعد جلسه كم سنه، 5 6 سنوات وبعدين مع السلامه. لكن حكايه انه بيعيش ممكن يعيش ويكمل بقيه حياته وهو عنده الايدز. هو الان طبعا احنا لو جينا في بدايه، احنا انا كنت بتكلم على بدايه اكتشاف المرض. بدايه اكتشاف المرض كان من اكثر من 30 سنه في الثمانينات. ومسيره الدراسات والابحاث اللي اجريت على هذا المرض بالذات، طبعا من اشهر الامور اللي اجريت عليها ابحاث ودراسات وطلع لها علاجات. والان اصبح مرضى الايدز بيعالجوا، يعني مو ماله علاج. في موجود العلاج ومتوفر. انا بتكلم يعني مثلا في كمستشفى، مستشفى تابع لوزارة الصحة موجود العلاج، وفي مرضى بيصرفوا علاجاتهم وبيداوموا على علاجاتهم وبيداوموا على مواعيدهم وبياخذوا وبيعملوا تحاليلهم وعايشين حياتهم بشكل طبيعي. هم بالنهايه يمكن فيروس، هو بيكون حامل لهذا الفيروس فقط. مزبوط صحيح. تمام. طيب بالعوده مره ثانيه للملتقى دحين دكتوره، بالنسبه للملتقى قلتي انه في او البرنامج اللي في على هامش ومعرض والى اخره، كان في جزء منه طبي بحت وجزء منه اجتماعي بحت، حكينا على هذا الجانب وهذا الجانب. طيب احنا طبعا البرنامج ضم مؤتمر، يعني ما عملنا مؤتمر طبي فقط للممارسين الصحيين وتطرح فيه موضوعات طبيه كاي مؤتمر طبي. بجانب هذا المؤتمر احنا حبينا اننا احنا نعمل توعيه للناس، اضافه الى بعض المجهودات الشخصيه من بعض المبادرات، زي مبادره عندنا في فيس تو فيس، مجموعه شباب حطوا على عاتقهم انهم يعني يوعوا المجتمع. فهذا جزء كان مهم جدا في المعرض، انه في عندنا شباب ما لهم اي علاقه يعني مباشره ب يعني تصحيح المفهوم، لكن هم حسوا بمسؤوليتهم تجاه هذا المجتمع وبداوا يعني. طب هم بيصححوا هذه النظره من المجتمع بناء على ايه؟ هل هم خبراء؟
لا، هي مو الفكرة إنه خبراء، هي الفكرة إنهم رجعوا لمراجع طبية صحيحة، رجعوا لاستشاريين في الأمراض المعدية وأخذوا يعني كل كافة البيانات الصحيحة اللي ممكن إنهم هم من خلالها يقدموا الخدمة، خدمة التوعية أو خدمة تثقيف الشخص اللي قدامهم بها. إذا كانوا شباب عاديين متطوعين كانوا موجودين هم اللي بيقدموا هذه التوعية، مش كان أخصائيين أو أطباء أو إلى آخره. لا، موجود طبعا في موجود. أيوة موجود برضو أطباء ممكن إنهم يقدموا يعني مسج بسيط صغير يوصل معلومة أو يصحح مفهوم. يعني إذا سئل هل مرض الإيد ينتقل عن طريق مثلا اللعاب، فيتجاوب عليه، يتجاوب على قد أسئلة العامة. إحنا فصلنا الموضوع على أساس أنه دائما في المؤتمرات الطبية بتطرح الموضوعات على أساس المستوى الطبي، وهذه فعلا كانت موجودة، واليوم وبكرة في المؤتمر قائم. يعني بالنسبة للرسائل الصغيرة للعامة، هذه بتكون موجهة بشكل يعني للمستوى اللي هو ما بيكون تخصصه طبي أو ما بيكون هو ممارس صحي وعارف هو يعني كيف المعلومة ممكن أنها يتيجي. فهي مبسطة من خلال أطباء وأخصائيين وفي كل المجالات اللي موجودة. تمام. كان في مرضى إيدز موجودين؟ يعني دعيناهم طبعا. ليه ما فكرتوا انكم تجيبوا مثلا مرضى الايدز يتكلموا على الاكسبيرينس او التجربه؟ لانه حصلت قبل كده كثير. حصلت وما كان لها نتائج؟ لا طبعا ليها نتائج، بس انه حصلت. يعني احنا الان في عندنا فكره يعني تقريبا ما حقول جديده، بس فكره احنا حابين اننا احنا نطلقها ونستمر فيها ونفيد الناس بها. انه احنا زي ما قلت من اول انه مسيره 30 سنه من اكتشاف المرض الى الان، ودراسات وابحاث وظهور علاجات مفيده. أخطاء المجتمع دكتورة تجاه مرضى الإيدز؟ طب أكمل هذه الأول؟ طيب عشان الوقت ما حيكون طيب. عندنا متسع. هي الفكرة إننا إحنا الآن نصحح مفهوم اللي هو إحنا أصبح عندنا مريض إيدز لابد إننا إحنا نتعامل معاه في المجتمع، لابد من قبوله، لابد من معاملته معاملة إنسانية. لا، سؤالي أنه حضرتك أنت بتوجهي أنه مرضى الإيدز كذا كذا أنه هم بيعاملوا معاملة سيئة من المجتمع؟ لا، هم ما بيعاملوا المعاملة الإنسانية الصحيحة اللي يستحقوها. سلوكيات، بعض السلوكيات بيرفضوا السلام عليهم. أيوة. بيرفضوا يتعاملوا معهم. مزبوط. بيرفضوا أنه بعض الأطباء بيرفضوا، أنا سمعت قصة أنه في بعض الأطباء الأسنان بيرفضوا أنه هم يكون أحد مرضاهم. هذا جزء من الأهداف أو هدف من الأهداف اللي إحنا حابين أننا إحنا نوصلها للناس، اللي هو تصحيح المفهوم. فيروس الإيدز أو فيروس الإتش آي في، هذا كيف طرق الانتقال للمرض وكيف طرق الوقاية منه، وبالتالي خلاص يعني لا تقول لي إنه لما يكون جالس جنبي مريض إيدز يعني خلاص هيجي الإيدز، أو واحد سلم علي خلاص أروح أغسل إيدي. هذا هو تصحيح المفهوم. بالنهاية يمكن الناس لو يعرفوا يعني من يدرسوا كويس أو يقرأوا أكثر في هذا المرض يمكن يكتشفوا أن هم ظلموا ناس كثير، وبالنهاية يمكن ربوا هم بعض أفراد المجتمع ربت عقدة لدى مريض الإيدز أو فصلته، يعني خلته أقصته عن المجتمع. عندي أسئلة كثيرة لكن عذرا لضيق الوقت إحنا شاكرين تواجدك ويعطيك ألف عافية. شكرا لتقريركم وشكرا جزيلا. يعطيك العافية. إذا مشاهدي الكرام بهذه الفقرة نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله بفقرات جديدة ويوم جديد وحلقة جديدة من سيدتي. إلى اللقاء.